بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان القاسم المشترك الأكبر لبيام 2015. إذن لننطلق على بركة الله. قال: أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 696 و406 مع كتابة مراحل الحساب. إذن نقول هنا أبنائي كتابة أو حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين. ما هما العددين أبنائي؟ العددين هما 696 وماذا؟ و406. نتابع جيدا هنا أبنائي كيف تتم العملية. إذن هنا نقوم بتلك القسمة المتتالية. أولا نقوم بقسمة ماذا؟ بقسمة 696 تساوي، نقسمها أولا على ماذا؟ على 406. معناها لو تأتوا بالآلة الحاسبة وتقولون هكذا، لاحظوا 696 تقسيم 406، سوف تجدون ماذا أبنائي؟ تجدون 1 والباقي هنا بالفاصلة. كيف تقومون بهذه العمل؟ لما تجدون بالفاصلة هنا قولوا 0 فاصل هذه الأعداد وضربوها في هذا العدد، سوف تجدون الباقي مباشرة. معناه هنا لما نقوم بهذه العملية تصبح لنا هنا 406 مضروب في ماذا؟ سوف نجد هنا 1 والباقي كم يا أبنائي؟ زائد الباقي اللي هو 290، وهو أصغر من القاسم، إذن فيمكن أن يكون باقي. ثم ماذا؟ ثم نأتي بهذا اللي هو 406 نقسمها على ماذا؟ على 290. على 290 فنجد، إذن هنا على 290 أكيد الناتجة تكون 1 والباقي سوف يكون يا أبنائي يكون 116. بنفس الخطة الآن نعود مرة أخرى، نقسم 290، 200 قلت و90 تساوي ماذا؟ تساوينا 116، لاحظوا جيدا، في ماذا؟ في 2 زائد، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، زائد 58. الآن زائد قلت 58، ثم نأتي مرة أخرى بهذا كذلك 116 تساوي، نقسمها كذلك على 58. كل مرة يعني العملية يتم هكذا، تقسيم 58 الناتجة أكيد سوف تكون 2 والباقي يا أبنائي سوف يكون 0. الآن ما هو؟ بما أن وصلنا إلى الصفر فنقول أن القاسم المشترك هو آخر باقي قبل الصفر اللي هو هذا يا أبنائي. يقول أحدكم: يا أستاذ، ولو وجدنا هنا وجدنا 1، فالقاسم المشترك هو 1. إذا القاسم المشترك هو آخر قاسم، آخر باقي قبل الصفر، إذا قبل الصفر اللي هو هذا. إذا فتصبح لنا البي جي سي دي، إذا سمينا هكذا قلنا البي جي سي دي لمن؟ ل 696 مع 406 يساوي لنا كم أبنائي؟ يساوي لنا 58. كما يمكن أن نكتبها كجملة لغوية، نقول القاسم المشترك الأكبر للعددين 696 و406 هو ماذا؟ هو يا أبنائي هو 58 فقط. الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال الآخر. قال: أكتب هذا العدد اللي هو 696 على 406 على شكل كسر غير قابل للاختزال. إذا نكتب كتابة العدد 696 على 406 على شكل ماذا؟ على
شكل كسر غير قابل للاختزال. الاختزال. نتابع هنا كذلك، الأمر جد بسيط يا أبنائي، تابعوا نقطة نقطة. هنا عندنا لدينا البي جي سي دي، ركزوا، البي جي سي دي لستمائة وستة وتسعون وماذا؟ وأربعمائة وستة، قلنا إنه ثمانية وخمسون. ما معناه؟ معناه ثمانية وخمسون هذا يقسم، يمكن أن يقسم هذا العدد كما يمكن أن يقسم هذا العدد. إذا ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أنه 696، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى تعلموا، وهنا 406 يمكن قسمتهم على 58، وهنا كذلك 58 لأنه هو قاسم مشترك. وتصبح لنا هنا أبنائي كم العملية لو نقوم بالآلة الحاسبة، سوف نجد 12 في البسط وفي المقام نجد 7 فقط. الآن بعدما وجدنا هذا، وهذا كسر غير قابل للاختزال، مهما كان فهو غير قابل للاختزال، نأتي الآن إلى السؤال الأخير. قال أحسب العدد بي، نكتب هنا حساب العدد اسمه بي. لاحظوا عندنا بي، ها هي قيمته، انظروا جيدا، ها هو بي. لكن نحن نعلم بعض الأشياء، نعلم، نقول لدينا ماذا؟ لدينا أن 696 على 406 قلنا أنها تساوي لنا، ها هي أمكم، اللي هي 12 على 7، هنا 12 على 7، ما فمعناه يمكن أن نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا لأن متساويان، فتصبح لنا 12 على 7 ناقص ماذا؟ ناقص 3 على 7 في ماذا؟ في 5 على 2. نكمل العمل تصبح تساوي، هنا أكيد ينقصنا شيء، أنه نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2 لكي نوحد المقام. فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا هنا 24 ناقص هذا في هذا اللي هو 15 على المقام المشترك اللي هو هنا 14 وهنا 14، إذا المقام هو 14، فتصبح كم تساوي لنا يا أبنائي؟ تصبح لنا 9 على 14، وهو المطلوب بهذه البساطة المطلقة فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.